تكريس أسس الدولة الاجتماعية هو اختيار استراتيجي لبلادنا وفقا للتوجيهات الملكية السامية. قطاعات مثل التعليم، الصحة والتشغيل بأبعادها الاجتماعية الصرفة وكذلك بالإشكالات الحقيقية التي تواجهها، تسائل حصيلة الحكومة في منتصف ولايتها ما الذي تحقق؟ يعني وهل الإنجازات تسير وفق الأهداف المرسومة والأجندة المحددة؟ بالفعل أستاذة نادية، الدولة الاجتماعية هي واحد من العناوين الكبرى اللي كانت حاضرة في العمل ديال الحكومة طيلة هاد السنتين ونصف. وأنا غادي نوضح، أولا لأن توجيهات ديال جلالة الملك قبل تنصيب هذه الحكومة في خطاب العرش ديال سنة 2021 كان واضح، كان حدد تواريخ محددة باش تدخل بلادنا في الورش ديال الحماية الاجتماعية، تسريع ضرورة تعميم التغطية الصحية على كافة المواطنين، هذا اللي عملته الحكومة. صدرت جميع القوانين المرتبطه بهذا الموضوع، 28 مرسوم، وجدت الميكانيزمات والاليات وحددت الجهات اللي غتكلف بهذه العمليه هذه. شق منها مرتبط بالناس اللي كانوا عندهم النظام المعروف اللي هو الرماد، واللي ما كناش المغاربه جميعا راضيين على النتائج ديالو، لانه كان محدوديه تقديم العلاج وكانت صعوبات على مستوى الولوج للمستشفيات العموميه. فطبيعي جدا ان هاد الناس كلهم اللي كيتقدر العدد ديالهم ب 10.5 مليون مواطن مغربي حولناهم لواحد النظام هو امتضامن. امتضامن هو ان الحكومه هي التي تؤدي، هي اللي كتخلص عليهم المساهمه ديالهم في لاسينيسيس، بمعنى انهم اليوم مثلهم مثل باقي الاجراء، عندهم واحد الانخراط لكن الحكومه هي التي تؤديه، تعطيهم الامكانيه العلاج بالمجان في المستشفى العمومي والاستفاده من سله العلاجات المقدمه على مستوى المؤسسات الخاصه. ايضا تعميم التعويضات العائليه على الناس وعلى العائلات اللي تعيش واحد الظروف اجتماعيه معينه. 3.5 مليون اسره مغربيه اليوم تتقاضى هذه التعويضات على الابناء اللي كتوصل ل 500 و600 درهم، وايضا الاشخاص الذين يعيشون في وضعيه هشاشه واللي كيتقاضوا واحد 500 ديال الدرهم. هذه التعويضات العائليه مكنات هذه العائلات انها يكون عندها واحد الامكانيه ديال الطلب الداخلي وديال تحسن من الاوضاع الاجتماعيه ديالها. ايضا الورش ديال التعليم واللي تعمل فيه مجهود كبير على مستوى تحديد البرامج، وايضا على مستوى يعني انشاء مدارس الرياده. احنا اليوم في 600 مدرسه، الدخول المقبل ان شاء الله غنكونوا في 2000 مدرسه، وبشكل متدرج غنطلعوا للاعدادي، لان المدرسه العموميه يجب ان تقدم تعليما ذو جوده ومنصف. على مستوى الشغل وقبل منه السكن، قدمت الحكومه واحد المشروع جديد لعوض ما نمشيو نعطيو تحفيزات ضريبيه للمنعشين العقاريين ونحددوا واحد يعني واحد السكن اللي كان فقط ماشي في جميع مدن المملكه ولكن في بعض المدن، قلنا نقلبوا المعادله، نعطيو الدعم مباشره للمواطن هو يشري في المكان. ف 300 الف درهم الدوله تساهم ب 100 الف درهم، ب 700 الف درهم الدوله تساهم ب 70 الف درهم. اذا هذا مجهود كبير على مستوى تكريس اسس الدوله الاجتماعيه. بخصوص الشغل، كان ميثاق الاستثمار اللي هو ميثاق مهم جدا جديد، احنا الان تنزلوا في المضامين ديالو، الهدف منه هو نبسطوا من الاجراءات ومن المساطر وتكون مواكبه للمستثمرين، لكن قبل منه كاين مجهود استثماري مهم قامت به هذه الحكومه. في هذه السنه هذه رفعنا حجم الاستثمار العمومي اللي كان في حدود 240 الى 335 مليار درهم. ماذا يعني هذا؟ يعني فرص شغل للمقاوله المغربيه التي توفر شغل، وطبعا هو بناء لمجموعه من المؤسسات التي نحتاجها في بلادنا. اذا العين لا تخطي المجهود الاجتماعي والتحول من الاجراءات الاجتماعيه الى السياسات العموميه الاجتماعيه. سيد الوزير، بخصوص الاليات الجديده المعتمده في اطار منظومه الاستهداف في برامج الدعم الاجتماعي، جرت على الحكومه بعضا من الانتقادات بخصوص معايير احتساب المؤشر مثلا، وبعض الاشكاليات التي واجهت كذلك تفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر بما فيها استبعاد بعض الفئات من الاستفاده. يعني ماذا تردون بخصوص هذا التساؤل؟ هذا الورش ديال الدوله الاجتماعيه وهذا الورش ديال التغطيه الصحيه في الشق ديالو المرتبط بامو او بالتعويضات العائليه، هذا ورش جديد. طبيعي جدا انه في بعض الاحيان ما نفهموش بعض الاجراءات، او في بعض الاحيان ما نقدموش المعطيات كيف ما خصها تقدم. فهذه المؤشرات اللي وضعتها الحكومه في اطار مراسيم واضحه وضحت هذه الامور هذا بشكل دقيق، لكن اعطت الامكانيات ايضا عبر القوانين اللي تم يعني المصادقه عليها سواء في الحكومه ولا في البرلمان، انه بعض الحالات نعطيهم الامكانيات ديال انه يكون عندهم واحد تظلم معين عبر قنوات معينه ويتلقوا الاجوبه ديالهم. لكن اللي هو مهم جدا وهو ان 10.5 مليون مواطن مغربي اليوم في متضامن، حوالي الثلث ديال المواطنين المغاربه. بالنسبه يعني التعويضات العائليه 3.5 مليون، هذه ارقام مهمه جدا. وهذا النظام كيف ما قلت احنا الان في كل مره تنشوفوا بانه يحتاج الى اننا يعني نقدوا في بعض الامور،
قدوها. يوم الخميس الماضي كان قانون جديد اللي عطينا فتحنا الامكانيات لبعض المستفيدين من انهم يعني يستفدوا من 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 التغطيه الصحيه. فهذه الاجراءات وهذه تواكب هذه العمليه لانها عمليه جديده ولان بلادنا اليوم دخلت بقوه الى ورش الدوله الاجتماعيه. وطبيعي جدا انه نسمعوا الشق الاقتصادي السيد الوزير. هناك من يعتبر ان الاجراءات المتخذه من طرف الحكومه لم تكن كافيه بالشكل المطلوب سواء في مواجهة إشكالية التضخم أو التحكم في ارتفاع الأسعار أو الرفع من معدل النمو. في نظركم إلى أي حد ساهمت اختيارات هنا وتوجهات الحكومة ذات الطابع الاقتصادي في إيجاد حلول عملية للإشكالية الظرفية غير المسبوقة؟ طب السؤال أنا إذا سمحتي لي غنعكسه. واش السياق اللي مرت منه بلادنا في السنه الماضيه كان سبق مرت منه بلادنا في شي فتره من الفترات؟ نقدر نقول لك لا. لان التضخم في 2022 في 2023 بالضبط فبراير 2023 وصل 10%، لم يصل مستوى التضخم لها. والسبب طبيعي وواضح ومعروف هو انه كاين تقلبات في السوق الدوليه، خرجنا من الكوفيد، كاين واحد المجموعه ديال التقلبات في السوق، ايضا واحد الموجه ديال الجفاف شديده جدا كتمر منها بلادنا للسنه الثالثه. لكن الاجراءات اللي عملتها الحكومه، وانا نعطي بالارقام، صندوق المقاصه في سنه 2022 وصلنا 40 مليار ديال الدرهم. بالنسبه للاجراءات اللي تعملت لمواكبه المهنيين بالنقل باش نحافظوا على الاسعار ديال النقل، حوالي 8 مليار ديال الدرهم. ايضا مجهود كبير حوالي 9 مليار ديال الدرهم للمكتب الوطني للكهرباء باش نحافظوا على الاسعار ديال الكهرباء في يعني الاسعار اللي معروفه وما يوقعش عليها تغيير. اجراءات كبيره حوالي 20 مليار درهم لفائده الفلاحه، شق منها مرتبط بالفلاحه وشق منها مرتبط بالمدخلات الفلاحيه باش نحافظوا على الاسعار ديال المواد الفلاحيه خاصه الخضر في اسعار محدوده. المجهود الذي قامت به الحكومه هو مجهود كبير بامكانيات كبيره جدا. الحمد لله اليوم نعرف واحد التراجع ديال التضخم، هذا ايجابي وهذا مهم. لكن الحكومه بالرغم من هذه الإجراءات اللي قامت بها على مستوى مواجهة هذه المشكلات الطارئة، حافظت على النسق ديالها في الإصلاح، في إصلاح الدولة الاجتماعية، في التنزيل ديال كيف ما قلت الاستثمار، في الاستراتيجيات خاصة مواجهة الشح ديال التساقطات. 143 مليار ديال الدرهم هي الكلفة ديال البرنامج الوطني للماء الصالح الشرب والسقي، واستمرينا في الاستثمار باش ما توقفش العجلة. وكنا عارفين بأنه مثلا المجهود اللي تعمل في السياحة هو مجهود كبير، فكان طبيعي أنه منين غترجع الحياة كنا غنستافدوا وغتستافد بلادنا من هذه العودة السريعة. ماذا سننتظر من الحكومة فيما تبقى من هذه الولاية؟ إلى أي حد هنا ما زالت الأغلبية بأحزابها الثلاثة محافظة على تماسكها لتفعيل الالتزامات المعلنة؟ ما يمكن أن نستجير خلال هذه التجربة الحكومية هو التماسك الحكومي القوي والانسجام واللي انعكس على الأداء وعلى النتائج. على مستوى الاولويات في المرحله المقبله، طبعا هناك الاولويات التي يعني كتنص عليها توجيهات جلاله الملك في الموضوع ديال الماء الصالح للشرب والسقي. الحكومه تسارع الخطى وكاين عمل كبير باش اننا يعني هاد ما نتعرضوش في المستقبل لشي مشكل مرتبط بالماء. ايضا هناك الاولويه ديال الشغل اللي غادي تعرف واحد الانكباب قوي من طرف الحكومه، وايضا تنزيل مختلف الاستراتيجيات القطاعيه، لان عندنا مجموعه ديال المحطات اللي خصنا نكونوا واجدين لها، لا كان 2025 ولا كأس العالم 2030. الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس، شكرا جزيلا لكم. شكرا لك سيدتي. على حضوركم. شكرا معنا لك.